لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ولا حكومة تطبق هذا القانون تكون محلا. طب والله كويس انهم اتفقوا وبطلوا خلافات. ولا انتخابات بغير استقرار حقيقي للسلطة القضائية ورفع الحصار الحقيقي المفروض الآن. اهلا اهلا يا رجالة، ازيك يا فندم؟ ازيك يا زكريا؟ ازيك يا جاد؟ ازيك يا باشا؟ ازيك يا وحيد؟ ازيك يا فندم؟ ازيك يا حضرتك؟ الرجاله يا باشا اول ما عرفوا ان انا جاي سيادتك صمموا يجوا معايا. وحشنا جدا يا سياده الله. والله انت كمان يا جاد، عامل ايه؟ احنا بخير يا فندم طول ما سعادتك بخير. والله يا فندم انا كنت لسه بحكي لمراتي على مواقفك معايا، حاجه ما تتنسيش. طول عمرك ظابط شاطر يا وحيد. شكرا يا فندم. اتفضل يا رجاله. لا يا فندم احنا هناخد سيادتك بقى ونخرج شويه، وهاخد بطاري من حضرتك في الطاوله برضه. معلش يا زكريا خليها بكره، اصل انا تعبان شويه النهارده. احنا مش هنتاخر سيادتك. يا زكريا بعد اذنك بكره، وبكره مش بعيد. اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا نشرب. لا لا احنا هنسيب سيادتك ترتاح يا فندم، وبكره ان شاء الله اعدي على حضرتك اطمن عليك. عموما البيت بيتكم يا زكريا. شوفك على خير بكره يا فندم. سلام يا رجاله. اذنك يا باشا. سلام يا رجاله. سلام. قسمت لجنة الإنقاذ الوطني موقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد نقاشات لم تستمر طويلا بين أعضائها. قدمت خلالها أفكار عن وجوب المشاركة لكي لا تنفرد التيارات الإسلامية بالساحة، لكن النقاش في النهاية أسفر عن رفض المشاركة في هذه الانتخابات. المسألة لا تتجاوز 500-600 ألف، ما مش أكثر من كده بتاتا. الألترا السبعة مزود عددهم شوية، وستة أبريل لما بيجمعوا نفسهم. أحمد ماهر يوم الجمعة لما الإخوان اتكسروا بقى على الساعة 6 بعد الساعة 4 ديت، جه يقول يا جماعة عندهم تدعوا الناس من ساعتها. الواد رجع في كده بعد ما كان عمال يقول الأخ سامعه بودانه بيقول له دي فرصتنا نكسر الإخوان، فرصتنا. أحمد ماهر اللي عمال يلعب كده بيوشوشوا البعض. والله أيوه قال لي دي فرصتنا النهارده نكسر الإخوان، دي فرصتنا. لما بدأ الناس تيجي العيال فاضية بتاخد فلوس، هما بياكلوا منين دول؟ لا وبقى لهم وضعيه والناس كلها بتتكلم عليه. يعني بيقدر وبعدين يعمل كده من دلوقتي، وهتلاقيه الساعه 10 دلوقتي ولا طالع في الفضائيه عمال بقى يوزع التوجيهات. عملنا وسوينا احنا المساله ديت عايزه تتلم.